عن عمر ناهز 75 سنة، رحل عنا محمد طلال أو عراب الصحافة كما كان يلقبه البعض إثر مرض عضال لم ينفع معه علاج. ابن حي درب السلطان بالدار البيضاء الذي وصف قيد حياته بالشخصية العصامية، عشق السلطة الرابعة في فترة شبابه واختار دراستها في الجزائر خلال ستينيات القرن الماضي، وهناك اشتغل بالقناة الجزائرية ووكالة أنبائها. وبالموازاة مع صاحبة الجلالة مارس محمد طلال السياسة، حيث كان من المؤسسين الفعليين لشبيبة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 66-900 وربط بفضلها علاقات متينة مع كبار السياسة في المغرب وعلى رأسهم محمد بن سعيد أيتيدر. وفور عودته من الجزائر عام 79-900 ارتأى محمد طلال تسخير تجربته في ميدان الصحافة للأجيال الصاعدة من بوابة المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، حيث تخرج على يديه عدد كبير من الإعلاميين الذين أصبح لهم صيت ذائع في القنوات المحلية والدولية. وكان للراحل العديد من الصداقات، أبرزها تلك التي جمعته بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وذلك بحكم النقاط المشتركة بين حزب البعث والاتحاد الوطني للقوات الشعبية. ولعل السماح لأخوات الدكتور بالعودة إلى المغرب لتشيع جنازة أبيهن سنة 1980 خير دليل على مكانته لدى زعيم بلاد الرافدين آنذاك. وفي الأول من شهر شتنبر عام 2001 أسس محمد طلال أول معهد خاص بعلوم الصحافة والاتصال في العاصمة الاقتصادية، ومنذ ذلك الوقت أنتجت المؤسسة أسماء وازنة أضحت تتصدر المشهد الإعلامي بفضل الرؤية المتبصرة للرجل وإخلاصه في تأدية الرسالة التربوية والتعليمية. أفضى قيدوم الصحفيين المغاربة إلى ربه في 17 شتنبر من السنة المنصرمة، تاركاً وراءه ميراثاً علمياً عظيماً أغنى به خزانة الثقافة الوطنية والعربية. رحمة الله الواسعة على الإعلامي المناضل، وإنا لله وإنا إليه لراجعون. We'll be right back.